شكون هي الشخصية السياسية والقيادية العربية اللي مشهورة ومعروفة واللي قالوا لنا أنها ماتت ولكن في الحقيقة أنها باقة حية وغادي يبان في سنة 2024؟ وعلاش الظهور ديالو غادي يخلق ضجة إعلامية كبيرة وشكون هو بالضبط؟ واش بصح في سنة 2024 غادي يوقع انهيار اقتصادي كبير اللي غادي يخلق ضجة كبيرة في مختلف بنوك العالم؟ وشكون هو الرئيس العربي اللي غادي يقدم استقالته بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة في سنة 2024؟ مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك سميع، معكم سفيان سميع. غادي نرصدوا معكم اخطر وابرز التوقعات ديال ليلى عبد اللطيف على اشنو غادي يوقع في سنة 2024. المنجمة ليلى عبد اللطيف المثيرة للجدل قالت انه واحد شخصية سياسية قيادية عربية اللي كانوا قالوا انها تم اغتياله وانه مات، ولكن في الحقيقة انها الشخصية هذه ما ماتتش وغدا تبان في الايام اللي جايه من سنه 2024، والظهور ديال هاد الشخصيه هذه غادي يخلق ضجه كبيره وكبيره بزاف. نسمعوها. والاعلام تتجه الى شخصيه سياسيه او قياديه بارزه، كان قد انتشر خبر اغتيال وفاته حول العالم بالاعلام لفتره طويله، ولكن سنرى هذه الشخصيه بتظهر الى العلن وعلى الإعلام، مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع. وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤول عن كلامي، مما سيفضح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبه وللوطن العربي، وأنا بقول أنه بعده عايش. يعني في صدام حسين، معمر القذافي، بن لادن، عماد مغنية، قاسم سليماني، لحظة بس، حدا من هالشخصيات قليلة بعرف بتخلصي، بس حدا ما بعرف، ما حاول مصمم جمال خاشقجي، يعني انت قليلي اذا ما حاول، ما بقول يا ليلى، ما حاول مين بيني وبينك، لا لا ما حاول حدا من هالشخصيات، ما حاول مين، واحد من اللي قلتهم على لا 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 الاعلام هو بكره بيظهر مين، انا بسله للاعلام، لا لا الاعلام يعني. فشكون هي هاد الشخصيه القياديه السياسيه العربيه اللي معروفه واللي كتهضر عليها ليلى عبد اللطيف؟ واش صدام حسين ولا معمر القذافي ولا محمد مرسي ولا اسامه بن لادن ولا شكون هاد الشخصيه برايكم؟ فمن بحثنا وبقششنا لقينا انه احتمال كبير يكون هو اسامه بن لادن. علاش؟ لانه في شهر اكتوبر من سنه 2020 كان خرج الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب بتصريح خطير وخطير جدا، كيقول فيه ان اسامه بن لادن انه باقي حي وما ماتش، وان الاداره ديال اوباما في ديك الوقيته كذبت على العالم كامل في قضيه انها قتلته واغتالته في باكستان سنه 2011. وحسب دائما دونالد ترامب ان اللي تقتل هو شبيه اسامه بن لادن وماشي اسامه بن لادن الحقيقي، حسب دائما دونالد ترامب. الخوت بيناتنا هضره تصريح، ماشي تصريح ديال شي واحد عادي، راه تصريح ديال رئيس دوله اسبق وماشي اي دوله، رئيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق. واللي كيزيد يأكد أن الكلام ديال دونالد ترامب يقدر يكون حقيقة وماشي كذوب، هو أنه من ينشر هذا الخبر هذا في تويتر مباشرة موقع تويتر حذف الحساب اللي نشر هاد التويتة هذه وغلق الحساب. فإذا كانت هاد الهضرة هذه ماشي بالصح، فعلاش تويتر حذف هاد الخبر وغلق الحساب؟ ثاني حاجة، أنه معروف في الأوساط الأمريكية السياسية أن دونالد ترامب هو شخص صريح وما كيجامل حتى شي حد كما كان نوعه، ويقدر يصرح بمعلومات خطيرة وخا تكون ضد المصالح ديال المصالح العليا والمصالح القومية ديال ميريكان. من جهة أخرى كاين احتمال أنه يكون هو معمر القذافي، خصوصا أنه في سنة 2019 خرجت جريدة سينغالية قالت بالحرف أن الزعيم الليبي معمر القذافي اللي تقتل في عام 2011 شوهد حيا قبل أيام في تشاد وهو يصلي. وزاد قال موقع أفريسيري السينغالي، نظن أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موته، لعلها كانت معلومة كاذبة لتدمير البلد. كيزيد يقول نفس الموقع أنه أكد مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة لنا أنه شاهد القذافي وهو يصلي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من 100. ولكن نمشينا
تناقششنا شوية لقينا أن هذه الصورة هذه هي صورة من أرشيف وكالة فرانس بريس وريتشارز، كان تصور فيها القذافي وهو كيدشن الجزء الأول من نهر اصطناعي وهو كيصلي في واحد القادوس كبير اللي غادي ينقل الماء ديال هذا النهر هذا. وكاين مقال آخر تناقلاته وسائل إعلام كثيرة في سنة 2022 كتقول فيه عائشة الفيتوري واللي هي الضابطة السابقة في طاقم حراسة معمر القذافي واللي قالت بالحرف أن الرئيس الليبي الراحل لا يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن الذي قتل هو أحد أقاربه وأنه ماشي هو اللي مات. المهم الأيام اللي جاية هي اللي غادة تأكد لنا واش هاد الهضرة صحيحة ولا خلوها خوتنا المصريين المية تكذب الغطاس، سواء ليلى عبد اللطيف أو سواء تصريح ديال دونالد ترامب سواء الضابطة السابقة في حراسة معمر القذافي. تاني حاجة كتقول ليلى عبد اللطيف بين قوسين أنها توقعت ولا قالوا لها ولا الله أعلم أنه في سنة 2024 غادي يوقع انهيار اقتصادي كبير وكبير بزاف اللي غادي يخلق فوضى في مختلف بنوك العالم، وأن رئيس عربي غادي يقدم استقالته على الهواء مباشرة واللي غادي يخلق صدمة وصدمة كبيرة في العالم وفي العالم العربي بالضبط. الذهب ما قلتي لي والحديد حوي حطته بلبنان. يلا لحظة، عندك الصراع الاقتصادي سينتقل إلى بورصة الذهب والفضة وإلى مجال الاستثمار، وسنرى فوضى عارمة على أبواب البنوك في أكثر دول العالم، سنشهد استقالة أحد الرؤساء العرب ومباشرة على الهواء وبشكل مفاجئ وصادم، والحديد سعره رح يعلى بدوبل مثل الذهب والفضة. بدوبل الحديد. الحديد والذهب والفضة. أوكي. سنشهد استقالة أحد الرؤساء العرب ومباشرة على الهواء وبشكل مفاجئ وصادم. فالسؤال المطروح هنايا، شكون هو هذا الرئيس العربي اللي غادي يقدم استقالته على الهواء مباشرة؟ ففي إطار البحث ديالنا باش نعرفوا شكون هو هذا الرئيس العربي اللي غادي يقدم استقالته، قلنا غادي نحطوا واحد المعيار ديال أن الدولة العربية اللي هي على حافة الانهيار الاقتصادي ولا الأقرب دولة عربيا ممكن تنهار اقتصاديا، فمن الممكن يكون هو الرئيس ديال هذه الدولة هذه اللي غادي يقدم استقالته على الهواء مباشرة بسبب الظروف الاقتصادية. فلقينا واحد تقرير دارو موقع العربي الجديد سنة 2022 كما كتشوفوا تحت عنوان 3 دول عربية ضمن البلدان الأكثر عرضة للإفلاس، واللي هما مصر وتونس ولبنان، والسبب كيرجع لتكاليف الاقتراض والتضخم والديون. فإلا كان هذا الرئيس اللي كتكلم عليه ليلى عبد اللطيف أنه غادي يقدم استقالته وكان السبب الأول هو سبب اقتصادي، فراه من الممكن ماشي بعيد يكون من هالثلاثة هادو، سواء رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سواء رئيس تونسي قيس سعيد، سواء رئيس لبناني ميشيل عون. أما إذا كان سبب الاستقالة ديالو ماشي اقتصادي بدرجة أولى، سواء تكون بسبب ضغوطات أو تهديدات أو بسبب انقلاب عسكري، فمن الممكن يكون رئيس آخر من غير هالثلاثة ديال الدول، ولا يقدر يكون واحد منهم وتعرض لهذه الظروف هذه. وانتوما اشنو بان لكم؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، لحقاش رايكم كيهمنا وكيهمنا بزاف. الى عجبكم هذا المحتوى هذا شجعونا باكبر عدد ديال لي لايك واكبر عدد ديال لي بارطاج واكبر عدد ديال لي طاغ باش نوصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائده. والجديد ديالنا دائما غتلقاو على القناه ديالنا على موقع يوتيوب سفيان سميع، حاولوا انكم تزيدوا تدخلوا ليها وتكتشفوها اكثر. هذه تحيات سفيان سميع، السلام عليكم.